أخيرا الفلوس بقت معانا يا ماما، هنسدد الدين ومش هنضطر نبيع البنسيون. أنا مبسوطة قوي يا راوية. إحنا لازم نعمل حفلة كبيرة ونعزم فيها كل الجالية اليونانية. تمام. أنا مبسوطة أكتر إنك اقتنعتي بيوسف. اقتنعت بمين بس يا ماما؟ وقالك إيه بالظبط؟ يوسف قال لي إنكوا اتفهمتوا على كل شيء وإنكم هتسافروا مع بعض باريس علشان تتفسحوا وتتعودوا على بعض، وأنا مبسوطة جداً. راوية دي أول مرة هكون مطمنة وأنتي مسافرة بر. ماما أنا ما قلتلوش الكلام ده، وأنا وافقت أقابله أصلاً عشان خاطرك، وبعدين أنا قررت أجل سفري شوية. لإمتى يعني؟ يعني أسبوع كده ولا حاجة. إيه الحكاية؟ وأنتي كل ما تخرجي تروحي السوق وترجعي ترجعي بقرار جديد؟ لا مش هسافر، لا مش هسافر، لا هتسافري وهتسافري مع يوسف كمان. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.